فاضل جندي مجهول في المسابقة، مش عارف مجهول ولا معروف. أنا دايما لما بشكر الناس كلها بنساها، يعني أنا أشكر فريق العمل بتاع كذا، فريق العمل بتاع كذا، وفريق العمل بتاع كذا، بس هو اسمه ما بديهوش لأن هو بيشتغل في كل فريق العمل. أنا وقت المسابقة المصرية مثلا ما بكونش موجود في مصر، يقول هو كل حاجة، وأنا عند نظم الإفيهات في التليفون. أخويا وحبيبي إبراهيم صلاح. خلال الخمس سنين اللي فاتوا إبراهيم يعني غطاني في كل حاجة. من 2007 خمس سنين دي بتكلم